شاهدوا فضيحة ليلى عبد الله بوضع غير أخلاقي مع عشيقها النجم الأمريكي، شبه عارية وقبلات حميمية. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور للممثلة اللبنانية ليلى عبد الله المقيمة في دولة الكويت رفقة المغني الأمريكي جو جوناس في أثناء نزهة شاطئية. وتحت عنوان ليلى عبد الله تواعد جو جوناس، انتشرت كثيرا من الصور للثنائي بوضعيات مختلفة، أبرزها وهما يسبحان معا بينما تحتضنه في صورة أخرى. وعلى الرغم من أن بعض الصور لم تكن واضحة، بيد أن ما يؤكد وجود الثنائي معا هو قيام كلاهما بمشاركة صور خاصة بهما كل واحد على حدة عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، مع الإشارة إلى المكان وهو One and Only الذي يصف نفسه بأنه ملاذ ساحلي ساحر يحتفل بالعصر الذهبي للريفيرا الأثينية. كما أن ليلى كانت ترتدي قلادات في صورها التي نشرتها قبل 12 ساعة، وهي القلادات ذاتها التي ظهرت فيها إلى جانب جوناس. وإلى جانب ذلك، وجد المتابعون أن جو جوناس يتابع ليلى عبد الله عبر حسابه في إنستغرام، وكذلك الأمر بالنسبة لها. وكشفت سابقا الممثلة اللبنانية المقيمة في الكويت ليلى عبد الله عن معاناتها من التحرش في سن صغيرة من أصدقاء والديها وهما من الصم والبكم. وقالت ليلى خلال حلولها ضيفة على برنامج AB Talks الذي يقدمه الإعلامي أنس بوخش، تعرضت للتحرش من 3 أشخاص مختلفين استغلوا وضع والدي الذين هما من فئة الصم والبكم. وأضافت: هذا الشعور خبأته في قلبي، لم أكشف عن هذه المواقف لأحد ولا حتى لوالدي، لأنهما لو عرفا بالأمر فسيموتان من القهر، لأنني أعلم أنهما لن يستطيعا القيام بشيء لأنهما من فئة الصم والبكم وهم طيبان ويحبان السلام. وأوضحت أن والديها كانا يثيقان بهؤلاء الأشخاص قائلة: كنت أشعر أن حياتهما ستنتهي لو قلت لهما إنهما عرضاني لهذا الأذى في حياتي. وكشفت باكية عن تعرضها للتحرش مرارا في مراحل عمرية مختلفة بالقولة: أتذكر أنني تعرضت للتحرش بعمر 6 أو 7 سنوات وفي عمر 9 سنوات و11 سنة. وتحدثت ليلى عبد الله عن موقف قاس جمعها بوالدتها حين طلبت منها وصف صوت كل واحدة من بناتها، موضحة أن هذا الطلب دمرها لأنها لم تعرف كيف تلبيه.